بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى مبعوث رحمة على عبيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، يقول لك أوجد الناتج ثم ضعه في أبسط صورة. أنا باجي دلوقتي دي سالب 7 و3 أرباع ودي سالب 3 و2 على 7. طب دي 4 ودي 7، لازم أخلي المقامات شكل بعض. طب أنا مش هعرف أحول الأربعة لسبعة، خلاص أضرب هنا في 7 وأضرب هنا في 4، أعكس. طيب ضربت هنا في 7 أضرب هنا في 7. ضربت هنا في 4 اضرب هنا في 4، لازم لو اضربه تحت اضربه فوق. فايه اللي هيحصل؟ دي بقت سالب 3 في 7 ب 21 على 28، وال7 هي هتنزل. هنا 2 في 4 ب 8 على 28، وال3 هنا هتنزل. هلاحظ حاجه بقى، هلاحظ ان الاشارات متشابهه، طالما الاشارات متشابهه هنجمع، هنزل سالب واحده وهنجمع الكسرين دول. طب اجمعهم ازاي؟ ال 28 وال 28 اخد منهم 28 واحده. 21 زائد 8 هيديني 29، والسبعة اللي على الجنب دي هي الثلاثة اللي هي العدد الكلي، هنجمعهم يبقى 10. المفروض المسألة خلصت على كده، ولكن أنا ملاحظ إن ده كسر غير حقيقي، 29 على 28، يعني ما ينفعش إن ده يكون أكبر من ده. طب نعمل إيه؟ نصغره شوية نخليه 28 عشان ينفع. طب 28 على 28 فيها الواحد، طب الواحد ده نحطه فين؟ نزوده على 10 دي نخليها 11. والله لو ما فيش 10 كنا كتبنا واحد، لكن طالما في 10 نزوده على 10 دي 11. طيب ارجع بقى، ادي السالبات، ارجع انا 29 صغرتها خليتها 28، انا صغرتها واحد، الواحد ده يسمى باقي، يفضل كده على 28. يعني زي ما يكون انا معايا 29 شوكولاتايه قسمتهم على 28 شخص، كل واحد خد شوكولاتايه على ال 10 شوكولاتات اللي كانت معاه ب 11، وتفضل شوكولاتايه المفروض نرجع نقسمها على ال 28 شخص. كده تعتبر اتحلت بمنتهى السهوله.